قدام المعازيم أب يطلق زوجته في الميكروفون زفاف بنته بدمياط. خبر بيقول فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بزفاف العريس والعروسة بإحدى القاعات بمحافظة دمياط بوالد العروس ماسك الميكروفون عشان يهني بنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته العروسة ثم قال: وبالنسبة لأم العروسة أنت طالق بالتلاتة. حالة من الذهول انتابت جميع الحضور من المعازيم سواء من أهل العريس أو من أهل العروسة أو المعارف من الحضور. وأكد أحد شهود العيان ممن كانوا موجودين في حفل الزفاف أن جميع من بقاعة تفاجأ بوالد العروسة بيطلق زوجته بالميكروفون وأمام الجميع دون أن يوضح السبب، وشاهدنا انهيار العروسة فور سماحها لوالدها بيقوم بتطليق والدتها في يوم عرسها وأمام عريسها والجميع. وقال كمان الشاهد: مهما كان الخلافات بين الراجل وزوجته فليس من المفترض أن يكسر قلب بنته يوم زفافها وبهذا الشكل المحزن. حاولنا الاتصال بوالدة العروسة إلا إنها يعني عشان يعرفوا إيه اللي حصل يعني، لكن هي في حالة من الصدمة مؤكدة بأن كان هناك خلافات أسرية بينها وبين جوزها ولد أبنائها، لكنها استحملت إنها تعيش من غير ما ترفع دعوة طلاق ضده حفاظا على أبنائها، ولكن وعشان ما يعيشوش بين أب وأم منفصلين. وتابعت إنها لا تعلق على طلاقها بهذا الشكل المهين يوم فرح بنتها وكسرة قلب بنتها أمام عريسها وأسرته وأصدقاء بنتها، مضيفة أن الحياة بينها وبين زوجها انتهت من سنوات كتيرة يعني، ولكنها كانت عايشة ومستحملة عشان خاطر تحافظ على الشكل الأسري للأبناء وأبنائها يعني. طبعا قولوا رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم في العمل وولد العروسة ده؟ طبعا ده حاجة فظيعة جدا وحاجة يعني عيب ان الحاجة اللي عملها دي مش من سمات الرجولة ان يعمل حاجة زي كده فرح بنته يكسر قلب بنته ويهين مراته مهما كان خلافات بينهم، بس كان في بينهم عشرة طويلة وسنين طويلة. فيا تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.